انا وبنت عمي بنت عمي كلنا احنا ورايحين قدامنا ابن عمي ولا تحاول الجيش حاصرونا. هي القريبة لا تطلع ما فجرت ما فجرت هي صاروخ لا قذيفة دبابة بس ما فجرت. هلا هون احنا عنا بجبهة عن سيف الدولة. ايه بقى هون هاي بيوت يعني في بيوت انتركت من سنة. باركين احنا هون انا وامي وخواتي. ايه هون مركز الجيش وهي جنبنا مباشر. السواتر بتعمي مشان القناصين قطعوا ما يضربوا. تلاقي هذا كان كيمش النتو عم يمشي دخل عم ينتقب قناص من دون ما يعرف وهو ما هو اسا ما قماش عنه وضربه. قلبي متحطم. هي عيشة لا ما عيشة. البشر صار حقن رخيص صار حقن دولار. وشعوري مثل ما تم عندي شعور أنا. اخواتي حس بروح الاطفال بروح اللعب. والامر ضل بالبيت قول ما يقوم حدا يتصاور. الاولاد كنت احطهم كلهم احاول اني ما يناموا كنت اعطيهم كثير شراب سهلة وهيك مشان ما يحسوا على شيء يعني بدهم يضلوا مع ابوهم. اني انا ضليت انا وزوجتي 8 سنين ما اجانا اولاد. بعد 8 سنين ضلينا صابرين لبين ما اذن رب العالمين اني نرزق بحموده. يعني هيك اني لهم ترتيبه خاصه. لا والله اخاف من شيء. لا ما بخاف. انا هون مع عائلتي. هذا الموت ما بيبعد عنك الا اذا واجهته وش بوش. انا جيت لهون مشان واجهه عم واجهه هيك. هلا الموت خاف ما بقى يقرب علي. انا المهم امن اذا بدي موت انا موت مع امي ومع ابوي ومع اخواتي بالاخص. اذا بدي امن موت مع هالخمسه.